نظمت مكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية تحت عنوان نحو أفريقيا بلا حدود، والذي يستمر على مدار يومين. ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية القارة الأفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية من خلال 5 محاور، وهي التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة والبيئة والصحة والاقتصاد والصناعة والتعليم والتدريب. جدا أن أشارك في هذا المؤتمر المهم الذي ينظمها البيبليوتيكا الإكسندرينا، والعنوان أفريقيا بدون حدود. أعتقد أن في وقت مزيد من التوترات في العالم كله نحتاج يعني مزيد من التحيد بين البلدان، ونعتقد أن اللغة الفرنسية المنتشرة في أفريقيا كلها عامل من عوامل أو تحيد بين الشعوب والبلدان. احنا كلنا على علم بأجندة 2063 اللي هي بتضع خطة متكاملة لتنمية القارة وتوحيدها على مدى 50 سنة. عام 23 اللي هو هذه السنة هي السنة اللي نستطيع فيها أن نجري عملية مراجعة لما تحقق ونتائج هذه الجهود خلال 10 سنوات الأولى.